السلام عليكم، شلونك؟ شو اخبارك؟ اليوم نحتفل بثانوية التفوق الاهلية للبنين، 40 طالب متفوق ومعدلات عالية والحمد لله. نتائج مبهرة، ثانوية البنين المتوسطة نسبة 100% والحمد لله. السادس احيائي 11 طالب مجموعة طبية، يستاهلون كل الحفاوة والتكريم ان شاء الله. شكرا. اليوم يعني نشكر إدارة ومؤسسة ثانوية التفوق ومؤسسة التفوق بصورة عامة على المجهود الكبير الذي أسنده إلينا، وهي أمانة كبيرة جدا في أعناقنا، وما أبداه من دور مميز يعني في تهيئة الأعمال وتهيئة المشغولات الخاصة بالطلاب، وهذا نتاج طلابنا طلاب ثانوية التفوق سواء كان على مستوى البنات او المتطلبات او مستوى الطلاب، وهو جهد لمدة عام دراسي يعني نتاجات الطلبة، فالتأكيد على الجانب الفني وخاصة التربية الفنية لما لها من دور مهم في عملية بناء الإنسان وبناء المجتمع وتعريف المجتمع الثقافي، وكذلك في بناء وتهيئة الجانب النفسي للطالب الذي يؤدي بدوره إلى عملية الإبداع والجمال في جميع مجالات الحياة كافة، وهو أيضا تجارب مهمة يهيئ الإنسان لما يؤول إليه في المستقبل، والذي يساعد على بناء شخصية الطالب باعتبار أن التربية الفنية هي مهد للحضارات، فلولا الفن لما عرفت الحضارات، واللغة الآثارية غير دليل على ما عرفه التاريخ، فلولا اللغة الآثارية لما عرف التاريخ. وشكرا جزيلا مرة أخرى على هذا الجهد الكبير، وشكرا للأساتذة الأجلاء الذين شاركوا في هذا المعرض، ومجهود حقيقي، مجهود كلش كبير، ولا يخفي علينا الجندي الذي يعمل في الكواليس سيد مازن. وشكرا Thank you.
طبعا اكيد يعني ضمن الفعاليات ثانية تفوق الاهلية للبنات والبنين والابتدائية اليوم كان رجال الصبح حلو بس العصر مات الوليد وكان قبل اسبوع مات البنات يعني اكيد هي ثانية تفوق الاهلية هي سباقة دوم بهاي المهرجانات هاي الاعمال الجميلة اللي جاي تسويها وهذا تحفيز قوي جدا للطالب بحيث انه ممكن للطالب حتى انه يطور مستواه العلمي من خلال الحوافز هاي اللي تقدم له من خلال الهدايا القيمة اكو لابتوبات اكو ايبادات اكو جوائز حتى لو ما كانت قيمة وثمينة بس هيك جوائز تشجيعية للطالب وهذا الشيء يعني شفنا نتائجه بالسنوات الماضية كلها مو بس هاي السنة يعني وان شاء الله نزيد من التفوق لثانية التفوق الاهلية وان شاء الله التفوق الجميع شكرا ألف ألف شلونك شو أخبارك؟ كان صعب الرياضيات معرض الرياضيات ترجع هاي الكسور عبارة عن نص واحد على ستة مثلث متساوي ساقين ما تعرفون هي الرياضيات ملكة العلوم في كل شيء Thank you.
هذا وش تكوين الشعار، تكوين الشعار شلون الاوراق الشرعيه الأخوات الفضليات المحترمات، الأخوة الأفضلون المحترمون، خطار عندنا الفرح اعلك صوان شموع، خاف أن يمر بالعقد رش العقد بدموع. مساؤكم خير ومحبة وسلام، نرحب بكم أجمل ترحيب في احتفاليتنا حيث تكريم طلابنا المتفوقين والمبدعين، وبالتالي يكون التفوق والإبداع ثروة وطنية، حيث تسعى ثانويتنا لتمتين الجسور بين البيت والمدرسة إيماناً منا بأن النجاح لا يتحقق إلا بالتعاون الحقيقي بين البيت والمدرسة. ألف مبروك لطلابنا ولعوائلهم الكريمة، أخير ما نبدأ به حفلنا آين من الذكر الحكيم يردده بيننا خاشعين الطالب القارئ علي عمار عبادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد
عند بيتك المحرم. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم. الأخوة الحضور المحترمون، أقفوا أمام قبر الشهيد مفجوعاً حزينا وأقول شلونك يا بعد روحي، شلونك بعدك حلو لو خرب لونك، إلى نقطة الدم الدافئة أثناء سقوطها على الجليد، إلى الجيل المشبع بالأزمات، إلى الشهداء جميعا ومنهم شهداء فاجعة العراق، شهداء عبارة سيولة العراق من جديد بعد هذا المقام الرهيب، وسيرجع للعراق نورا وجمالا. العراق سواه الطغاة والفاسدون، فامسحوا عارهم ببناء العراق الجديد بعيدا عن الطائفة والقبيلة والمنطقة، ولنعزف جميعا سيمفونية الوطن حيث الانتماء للعراق. النشيد الوطني يردده براعم مدارس التفوق الأهلية. بس دقيقة عندي. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها.
بخطى واثقة تسير ثانوية التفوق لتؤكد أن المدرسة لافتة حضارية وها هي تطلق صوتها في الفضاء الديواني وتعانق النجاح أملاً أن تظل ثانوية التفوق الأهلية تصادق جميع الأشجار تتعلم منها سر الخضرة والتكوين. كلمة الأستاذ مدير الإدارة ثامر خضير الغرابي فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ضيوف الكرام من مشرفين ومدراء وأولياء أمور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا كمؤسسين في مدارس تفوق يختلف عن عمل مدراء. مدارس تفوق اليوم 4 مؤسسات: ثانوية البنين قيادة أستاذ حسين، ثانوية البنات قيادة ست كرام، المدرسة الابتدائية بقيادة أستاذ طالب، ودور التفوق أيضا بقيادة خبيرة برياض الأطفال. كل مدارسنا مدارة من ناس خبراء بمجالهم، متقاعدين كبار لهم صيت وخبرة في مجال تربية أبنائكم. كمؤسسين نحن 3 مدرسين لغة إنجليزية، لسنا بعيد عن أوساط التربية والتعليم، وإن كان المجال استثماري فالتربية لدينا أولا. قناعتنا الشخصية كل ما أنتجنا طالب ناجح نحن نجحنا. أعتقد يعني أنا بالنسبة لي عملي مختلف تماما عن عمل إدارات، يشاع كثير عن المدارس الأهلية وغيرها. نحن يعني أنا ما أريد أمدح بنفسنا، لكن نحن نقيض عن الصيت الماشي على المدارس الأهلية. مدارس تفوق الأهلية ما بيها محسوبية بالمطلق، مدارس تفوق الأهلية ما بيها دخول مجاملة بالمطلق، وشخص من الديوانية اضطرنا نقول ما يدخل، مو اضطرنا، درجاته ما دخلته وتوسط حتى شخصيات كبيرة هنا وما مشينا الموضوع. صارمين جدا بهالموضوع، مؤمنين بأنه نجاحنا بين المدراء هي تقود المدارس، واحنا بظهر المدراء دعم لوجستي انهم مع يعني مع بالرغم بان احنا مو بعيدين عن مجال التربيه، احنا مدرسين ونفهم ما يتطلبه لنجاح مدارسنا. شخصيا اعتبر نفسي امتلك خبره اكثر من اي شخص موجود هنا، شفت عشرات المدارس تركيا، بايران، بالصين، بالإمارات، بالخليج، عندي معلومات وافية تماماً عن التعليم الخاص. نختلف عنهم بهواي، لكن احنا قدر الإمكان نحاول نوصل أو نبقى نسعى إلى أن نوصل لما وصلوا لهم. التعليم الأهلي، التعليم الخاص صورة عامة إمكانيات. التعليم الأهلي مو بس أخذ فلوس من يعني من الناس ونجاح مثل ما الآخرين، لا، التعليم الأهلي بناء طفل. واليوم طلابنا اللي دخلوا عندي بالأول ابتدائي اليوم هم يقيدون الثانوية بصف الأول متوسط. عندي 4 شعب، شعبتين جايين بمعدلات 90s. عندي بالابتدائي اليوم الصبح كرمناهم 26 طالب فقط بنص السنة، 199. في يوم من الأيام إن شاء الله راح تصير مدارس تفوق مدارس توازي المتميزين معدلات طلابها، مو بانتقال أفضل، لا، بإنشاء جيل. احيانا يعني عاتب ليش ما تقبلون فلان وفلان وفلان، اريد نحافظ على المستوى اللي عندنا. نعدكم ان شاء الله بان ما نتوقف، نهتم جدا بالنشاطات اللاصفيه. عندنا مختبر علوم يعني كل سنه نضيف له، حتى العام اكو اشياء جديده راح تدخله بالابتدائيه وبالثانويه. عندنا مختبر حاسوب، هذه المدرسه 20 لابتوب، بالمدرسه الابتدائيه 20 حاسبه كبيره حسب العمر، يعني الأعمار الصغيرة جبنا حاسبات كبار، ذولا يعني في الإعدادية طلاب لابتوبات. حتى وصلنا مرحلة فتحنا السنة مختبر للجغرافيا. شفتوا النشاطات مال الاجتماعيات اللي عندنا، مؤمنين جدا بين النشاطات اللاصفية
هي أساس التعليم مثل ما برا موجود. حتى معلمين اللغة الإنجليزية اللي عندنا نوصيهم دائما بيتحدثون باللغة الإنجليزية مع الطلاب قبل لا تطبق التربية المنهج الجديد. والله من أول ما بدينا كنا نجبر كادرنا هنا يتحدث مع الطلاب باللغة الإنجليزية، لأن فاهمين تعلم اللغة الإنجليزية لازم يبدأ من المعلم أولا. أول مصدر لتعلم اللغة الإنجليزية هو الكوميونيكيشن، الاتصال ويا باقي المجتمع، واللي أول هو المعلم. فجبرنا معلمين يحكون باللغة الإنجليزية ونجحنا بنسبة كلش عالية. أحيانا نطلب المعلم قله شوية خف حتى الطلاب تفهم شو تقول أنت. بالمحصلة أكو نتائج باهرة بهذا المجال. مختبر حاسوب قلنا، مختبر علوم عندنا، حتى بالرياضة يعرفون أولياء الأمور. إحنا نجهز كل عام تجهيزات تبدأ من كل شيء، يعني 4 بناطين نوزع 4 قمصان 4 أربطة. هالعام تدخلنا مدرسة البنات، 3 بنات جبنا لهم قمصان، وعندنا نية حتى صدرية إن شاء الله بالتعاون مع استكرام مشكورة، يعني لها دور كلش راقي. هذا العام مدارسنا نريد نوصل الطالب بالكامل معتمد على المدرسة من ناحية الزي، نخلص من فارق اللي بين الطلاب، ما نسمح بالمطلق بالاكسسوارات وغيرها. نريد طالب جاي للتعليم فقط، ما نريد ولي امر جايب ابنه حتى ينجح. انا ما كنت نجح بصراحه، انا وعرفت اغلب الناس شنو يعني شغلنا وشنو نريده منهم. ما نطلب اكثر من تقييم من الاشراف والتربيه شغلنا، ما نتعامل حالنا حال انا ما اريد احكي على يعني اي واحد، بس اكون ناس مسيئه بالمدينه ما اجي اجمع الكل. يعني بس انا اطلب من عندكم اخواننا المشرفين خصوصا الرأفه بينا، تقدير عملنا لا اكثر ولا اقل. ألف مبروك أولياء الأمور الكرام، 40 طالب اليوم نتأمل بيهم يعني الخير، معدلات راقية جدا. هذا العام إن شاء الله راح نعطي سيارة مثل ما وعدنا العام. الطالب الأول اللي حصل مجموعة طبية من الدور الأول راح ياخذ سيارة من طلابنا، راح ياخذ سيارة إن شاء الله. عندنا محفزات ثانية طبقناها هذا العام، راح نرجع قيمة القصد لمجموعة من الطلاب، راح نسوي لهم احتفالية مجرد ما طلع 90.1 رجع له قيمة القصد. أكو 9 فقرات تشجيعية من ضمنها قبول مجانا صف الاول متوسط، شرط ان يكون معدله اما جاي من مدرسه فوق الابتدائيه او يكون معدله 97 فما فوق، وبنصف القصد 94 فما فوق. الف مبروك لاولياء الامور الكرام، هاي ثمره تعبكم اولا وابنائكم ثانيا. عندي اولياء امور حريصين جدا، بعضهم يعني دارخ الماده ويا الطالب في هذا الزمن، هذا المطلوب. اذا احنا نشأنا وصرنا في زمن ما تابعونا اهالينا، هذا زمن المغريات، لازم ويا الامر يكون يعني معنى الكلمة مرافق لابنه في كل شيء، متابع دائما. ألف ألف مبروك لكم، ألف ألف مبروك ابنائنا الطلبة، وشكرا جزيلا لحضوركم. المعلم العراقي ينزف سنوات عمره دما ودموع، وتتحول كلماته إلى منديل يجب فوق نزيف شرايينه. أبي رباني جسدا وعرضني لهذا الكون المزدحم بالشر، لكن المعلم علمني البصر والبصيرة، علمني الفكر وكيف يقرع بالفكر، علمني إن ظلام العالم تقهره شمعة، إن دماء العالم تغسلها دمعة طفل. والآن مع الأستاذ مدير ثانوية التفوق الأستاذ حسين ظاهر حسين، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد عليه وعلى آله السلام جميعا. والحمد لله الذي علم بالقلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من تعلم وعلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين زقوا العلم زقا، وعلى صحبه المتجبين الذين ساروا على نهجهم علما وفقها. ضيوفنا الكرام، مرحبا بكم وشاكرين حضوركم. ذهبت ثانويتنا لإقامة مهرجانها السنوي
لتكريم أبنائها الطلاب المتميزين دراسيا، وهذا إن دل على شيء وهو دليل بذل الزملاء المدرسين وأبنائنا الطلاب أقصى الجهود للوصول إلى هذه النتائج المشرفة. وكذلك الله خيرا على توفير كل المستلزمات المطلوبة، وكذا التواصل المستمر بين الأهل والمدرسة. كل ذلك كان نتاجه هذه النخبة من أبنائنا الأعزاء آملين من البقية الاقتداء بهم لرفد وطننا العزيز بالطاقات الجديدة والتي سيكون منهم قادة المستقبل. فألف ألف مبروك لطلبتنا ولأهليهم هذا التفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوات الأخوة الحضور المحترمون، الفن هو ابن الحياة وشقيقها الأزلي، والفن يسعى لأن يقنع الإنسان بأن يكون إنسانيا بعيدا عن الشيطان الداخلي، حيث غريزة الطمع في المنصب وشهية القتل والجشع. سبحانك ربي كل الأشياء رضيت سوى الذل، وأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطان. ورضيت أن يكون نصيبي كنصيب الطير، لكن سبحانك حتى الطير لها أحشاش لها أوطان تعود إليها، وأنا أطير أطير فهذا الوطن الممتد من البحر إلى البحر، سجون متلاصقة سجان يمسك سجان. الآن مع الفعاليات المسرحية للأستاذ رشيد فليتفضل. مشكورا. ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في ثانويتنا. نبدأ على بركة الله أولى فعالياتنا، وفعالية شكرا ماما تقدمها براعم روضة التفوق الأهلية بإشراف السيد نورس.
Thank you.
هل الذي تشاهدون هذا شكل وقت في العالم ولا تخافوا احد فقد مضى ذلك الفرد. يا سيدي
وكانت
وفي المرتبة الثامنة الطالب عبدالله هيثم عبد راضي، وكانت جائزته جهاز آيكاي. شكرا جزيلا لسالم الله من قريش.
الطالب أمين علي عبد الكريم، أمين علي عبد الكريم، الطالب حسين دار الخير، أحد درس الصف السابع سنة قيادة، الطالب مؤمن وليد راهي، مؤمن وليد راهي، الطالب محمد بارع علي، الطالب أحمد علي نعمل، الطالب أحمد علي نعمل،
Thank you.
شكرا جزيلا للجميع على حضوركم.